والحمد لله بعد أن انتهيت من تفسير الآيات التي تكلمت عن الجنة والنار، الآن سأبدأ بالكلام على الأحاديث، لكن سأذكر من الأحاديث ما استقلت به السنة أو ما جاء في الكتاب يعني مجملا وبينته السنة أو ما وافقت به السنة الكتاب لفائدة، لكن هذا سيكون قليلا، أو ما جاء في الحديث يعني ذكره الكتاب لكن في زيادة في الحديث لم يذكرها الكتاب، فأذكر الزيادة وأذكر ما وافق الكتاب، وسأذكر ما جاء في صحيح البخاري، وبعد أن أستوفي ما ذكره البخاري وشرح الحافظ ابن حجر يعني ما جاء فيه، سأذكر ما لم يذكر في صحيح البخاري وشرحه، ما جاء في صحيح مسلم، ما جاء في الموطأ، مسند الإمام الشافعي، مسند الإمام أحمد، في سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة، وما ذكر ابن حبان، ما ذكره الحاكم في المستدرك، ما ذكره ابن خزيمة، ما جاء في سنن الدارقطني، بقدر يعني الطاقة، والله هو الموفق.